مشاهدينا الكرام، ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ اشرف العشري. استاذ اشرف، اهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشه التلفزيون المصري. اهلا، صباح الخير. بدايه استاذ اشرف، 40 عاما مرت على ذكرى تحرير سيناء، معركه السلاح ما بين احضان الجنود والقلم في يد الساسه لتتم ملحمه استعاده كامل الارض، كيف تصف لنا هذه المشاهد الحاسمه في معركه استعاده سيناء سواء عسكريا او سياسيا؟ بكل تأكيد هي معركة إعادة إعمار سيناء بعد التحرير الثاني، لعبت فيها الدولة المصرية على مدار 40 عاما وسطرت ملامح من البطولات على أرض النجاح سواء عسكريا أو تنمويا. استطاعت 40 عاما أن ترسم خريطة جديدة لواقع مستقبل داخل وظاهر في سيناء بكثير من التضحيات على المستوى العسكري من خلال البطولات العسكرية الكاسحة للقوات المسلحة وتحرير هذه القطعة الغالية أرض الفيروز من بلاطم الاحتلال. ثم بدأت مرحلة التعمير الكبرى والتي بلغت ذروتها في الثمانينات السنوات الماضية لتتحقق المعدات التنموية على أرض سيناء من خلال أكثر من 312 مشروعا في 7 سنوات، تم تكلفة ما يزيد عن 700 مليار جنيه. أعادوا رسم خريطة واعدة لتنمية سيناء بشكل كامل بعد عدة سنوات من الإهمال في هذا الأمر. تضاعف أو توازى مع هذا التطور فيما يتعلق بتنمية سيناء ونجاح القوات المسلحة تسطر أيضا أحد البطولات الرائعة في تطهير كامل المدن والقرى في سيناء حتى خط الحدود الدولية الشرقية من فلول الإرهاب والجماعات الإرهابية التي للأسف الشديد في لحظة ما بعد أحداث 25 يناير استطاعت أن تجد لها بعض الوقت موطئ قدم، لكن القوات المسلحة بمزيد من التضحيات والبتالة القوات والردع العسكري المصري استطاعت أن تطهر هذه البقعة المزدهرة من أرض مصر من فلول الارهاب واستطاعت بالفعل ان توفر لديها او على الاقل تسطر فيها عجله التنميه التي اصبحت تغطي كافه مناطق سيناء بعد نجاح الدوله المصريه في السنوات القليله الماضيه في استصلاح ما يقارب 400,000 فدان لعبت دورا كبيرا في احداث طفره في مجال التنميه من خلال تنفيذ مشروعات اصلاح واستطلاع 400,000 فدان على مياه سلعه الاسماعيلي السلام في منطقه شمال سيناء وخلق مجتمع زراعي واعد سيمثل سلة غذاء كبرى لمصر في المرحلة القادمة، لأن الجهود التي دفعت أو الأموال التي دفعت والخدمات والمشروعات العملاقة ستجعل من سيناء منطقة كبرى لتنمية بواعدة بالغة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة أن هذه المشروعات أقيمت على فكر واعي بأحرص الطرق الحديثة في مشروعات التنمية الزراعية والتصنيع، وأقامت مجتمعات عمرانية جديدة غيرت وجه الحياة في مصر وخاصة في منطقة سيناء، وكانت أحد روافد التنمية التي شملتها الدولة المصرية في الثمانينات. طيب أستاذ أشرف، الاحتفال بأعياد تحرير سيناء بيأتي في هذا العام بيتزامن مع الكثير من الاحتفالات، احتفالات المصريين، يأتي على رأسها 50 عاما هجريا على انتصارات العاشر من رمضان، يأتي تزامنا أيضا مع احتفالات الإخوة المسيحيون بعيد القيامة المجيد، وبعد أيام قليلة سيحتفل أو الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك. هل من دلالة ربما تكون دلالة ربانية لأن الله سبحانه وتعالى حبى هذه الأرض وخصها بالتجلي، تجلي رب العزة على هذه الأرض المباركة؟ بالفعل أعتقد أن التاريخ لعب دورا كبيرا، والله سبحانه وتعالى أراد هذه المنطقة منطقة التجلي الأعظم أن تكون مهبط لكثير من الرسالات وأيضا الشعائر الدينية في كثير من اللحظات التي مرت على منطقة سيناء من خلال توفير استحقاقات لجعلها منطقة مقدسة وأرض مقدسة وحافظت عليها الدولة المصرية بكثير من الرعاية والاهتمام، وأقامت فيها مشروعات تتناسب مع هذا التجلي الأعظم من خلال إقامة عديد مشروعات سيكون لديها تأكيد بالغ في المرحلة القادمة وسيتم افتتاحها خلال الأشهر ربما في هذا العام تحديدا. وبالتالي الاهتمام بهذه المنطقة هو اهتمام باعتبارها أنها كانت جزء من العائلة المقدسة في نفس الوقت، وكذلك أيضا الحفاظ على المناطق الدينية والأثرية فيها من خلال إعادة الدولة المصرية بتوفير كثير من الدعم لها لتكون مقصدا للزائرين والذين لديهم كثير من ارتباطات الدينية بالديانات الإسلامية والمسيحية في هذه المنطقة التي سوف نشرق عليها ضوءا جديدا بازغا في مشروعات تنموية ستجعل منها بؤرة على مستوى الاقتصاد والتنموي والسياحي أيضا في قادم الأيام. سيناء والاحتفالات بها هذا العام
اعتقد ان سيخص بعد جديد ان المصريين استطاعوا ان يجنوا في هذه المنطقه بعد 40 عاما من التحرير الثاني كثير من مشروعات النجاح باعتبارها انها تمثل مقصدا لنجاحات بالغه الاهميه استطاعت الدوله فيها ان توفر دعما لجعلها احد مناطق البزوغ الاقتصادي والتنموي في حياه المصريين ولتبرهن على اراده الدوله المصريه عندما تقدم تحقق نجاحات كما حدث في كثير من مدن الوطن خلال السنوات السبعة والثمانية الماضية. طيب أستاذ أشرف، نعم، لو تحدثنا في نص الكلمة تحديدا وما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إعادة بناء الدولة المصرية لقدراتها، والمقصود بإعادة القدرات والبناء هنا الوضع الإقليمي والوضع الدولي المعقد، وأن الدولة المصرية استشرفت بنظرة ثاقبة وببعد نظر ما يمكن أن تفرضه الأحداث العالمية والدولية على العالم ككل وما نشهده الآن، وهذه النظرة الثاقبة النظرة المصرية ساهمت وتأكدت على مرور الوقت أن للاستثمارات التي يمكن أن تبنى أو لما يمكن أن يبنى أو يمكن أن يحرر يعني يستلزم امتلاك القوة، فالقوة هي القادرة على بناء السلام. كيف تقرأ هذه الرسائل في هذه الكلمة بالتحديد؟ أعتقد هذه المحاور التي جاءت في خطاب السيد الرئيس اليوم تحتوي على كثير من العناوين الرئيسية والبارزة في تاريخ الدولة المصرية وما تحقق من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية. هناك أكثر من عنوان رئيسي فيما يتعلق بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير استحقاقات هذا النجاح في مشروعات عملاقة استطاعت أن تغطي كثير من مناطق وسماء الوطن على كافة المحاور، سواء فيما يتعلق بالمناطق الشرقية والغربية وأيضا حدود مصر، حتى فيما يتعلق بعمليه التامين من قبل قوات مسلحه تم اعاده هيكلتها لتكون جاهزه واحد والدرع الواقي والسيف البكار في الحفاظ على حقوق وحدود مصر في هذا الامر بعد كثير من الزخم ومعرفه الهيكله العسكريه باعتبارها تحتل المرتبه رقم 10 على المستوى العالمي وما زالت تتمتع بكثير من التفوق والجديه والنجاعه في توفير كل إشارات الاستقرار أو إمارات الاستقرار للدولة المصرية، وهذا الأمر الذي أدى إلى أن يكون لديها فرصة كبيرة لإعمال آلة التنمية في كافة ربوع الوطن من خلال مشاركة القوات المسلحة أيضا بجانب الواجب الدفاعي للحفاظ على حدود مصر وأمنها واستقرارها في مشروعات التنمية وزيادة عجلة الإنتاج في هذا الأمر. التوازي هذا لعب دورا كبيرا في ولادة مشروعات عملاقة أصبح الخاص والثاني يشعر بها ويعيش بها من خلال تحويل مصر إلى ورشة عمل كبرى في السنوات الماضية، وأعتقد أنه في ضوء ما حدث من تحديات على مستوى أزمة الكوفيد ثم الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا عملية رفض استشهاد العالم، إلا أن الدولة المصرية استطاعت بكثير من الكفاءة والإرادة الحازمة أن تلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات العيش الكريم للمواطن المصري وتحافظ في نفس الوقت على استمرار عجلة دوران الإنتاج وأيضا وقف كثير من الخسائر التي تعرض اليها دول كثيره في الاقليم. واعتقد ان هذا الامر كان ناجم عن اراده قويه استطاعت ان توفر الخطط وايضا النجاحات والمبادرات الخلاصه بامكانيه احداث نوع من التعايش بين موجات هذه التحديات من ناحيه على المستوى الاقليمي والدولي، وفي نفس الوقت ايضا استمرار توفير الحياه الكريمه للمواطن المصري واستمرار عجله الانتاج في الدوله المصريه دون توقف، خاصه في ازمتي كوفيد والحرب الروسيه التي ما زالت المنطقه والعالم يعاني منها حتى هذه اللحظه، خاصه ان هناك مخاوف ان تستمر مثل هذه الحرب. وبالتالي هذا الفكر الواعي والذي اشر ويشير الى ان الدوله المصريه ماضيه في مشروع طموح وعملاق سيلعب دورا كبيرا خلال الاعوام القليله الماضيه في ولاده الجمهوريه الجديده التي من خلالها يضع المصريين اقدامهم بكثير من القوه والثبات في منطقه الشرق الاوسط باعتبارهم تعتبر مصر تكون الرقم الصعب والمعادل الأقوى والكبير في سيارة كثير من المشاهد السياسية الاقتصادية والتنموية. إذن الدولة المصرية ماضية في البناء، إذن الدولة المصرية ماضية في التعمير، الدولة المصرية ماضية وبقوة في إقرار السلام بكل الصور وبشتى الطرق على الأرض المباركة في سيناء. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام.